السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. متابعيني الأعزاء، شفتوا الفيديو اللي درته المرة اللي فاتت؟ درت فيديو مشي في المجال، أي خارج مجال التمطير والهندسة، ولكن شفت باللي الفكرة ما عجبتكمش إطلاقا. أنا كتبت في المقدمة تاع الفيديو، قلت باللي هذا الفيديو مخصص فقط للنساء، درته في الويكاند. قلت نشارك المشاركات اللي مشاركين معايا في القناة هذا الفيديو، نشوفه مع بعض. ولا درت فيديو على الأكسسوارات تاع النساء، أكسسوارات جميلة نشلوا بها عينينا شوية، قلت نبدلو نخرجوا عن نطاق التعليم شوية نبدلو، ولكن شفت باللي الفكرة ما عجبتكمش. كيما واحدة قالت لي باللي واش هذا الخرطي خرطي، صدقوني غاضتني بزاف في قلبي، زعما غاضتني تاع بصح. قلت انا على نيتي درت فيديو على الاكسسوارات، ومع ان كتب زعما في المقدمه باللي هذا الفيديو مخصص فقط للنساء، اما علمت كاين اللي ما يبغيش يشوف، قلت مخصص للنساء. اي علمت في بدايه المقدمه، علمت باللي هذا الفيديو للنساء فقط، وكنت دايره في راسي زعما مره على مره نعمل فيديو تاع ترفيه خارج مجال، اي ولا في مجال مختلف زعما خارج مجال التعليم، ولكن شفت بلي المشاركين تاوعي ما حبوش الفكره. لهذا نطلب منكم متابعيني الاعزاء اعطاء رايكم، ولا اعطاء رايكم في التعليقات، لكن نقدر ندير فيديوهات مرة على مرة خارج مجال التمطير والهندسة، ولا نقعد فقط في مجال التعليم نتاعنا؟ لأنه صدقوني رأيكم يهمني بزاف بزاف. هي صح قناة تعليم، ولكن كما قلت لكم في الويكاند بغيت ندير شوية فيديوهات مختلفة. إذن واش هو رأيكم متابعيني الأعزاء؟ كما قلت لكم كتبوا في التعليقات تحت، لكن ندير مرة على مرة فيديوهات في مجالات مختلفة، ولا فقط نقعد في مجال التعليم نتاعنا؟ هذا هو الكلام اللي بغيت نوصله لكم في هذا الفيديو تاع اليوم. اذا مع السلامة، وراني ننتظر في الرأي نتاعكم، مع احتراماتي ومحبتي لكم.